طاف رجل 5 أشواط، وبعد التحلل من الإحرام تذكر أنه طاف 5، ما حكم العمرة؟ إذا كان يوم يطوف ويغلب على ظن أنه أكمل 7 وإنما طرأ الشك بعد الفراغ من الطواف فلا يؤثر. أما إذا كان شاكا وهو يطوف شاكا في عدد الأشواط فالواجب أنه يبني على الأقل واليقين ويكمل الطواف فيعود ويكمل، إلا إذا كان انتقض وضوءه فإنه يتوضأ ويبدأ الطواف من جديد.